انا اقول لك يربحوا صلاه النبي ان شاء الله يربحوا، هو ما يطيحوا ما يهزوش قرصهم ان شاء الله. الجزائر ربحوا، الجزائر تفوز، الجزائر عاليه، الجزائر كبيره. شكون حماركي؟ شكون حماركي؟ ما انا وراهم بلايلي. تحيه بلايلي، شنو يا بلايلي؟ قبيله دعيت لك ودوك راني جيت نهضر معاك، لو كان تربح طلعت جزائر ندير لك قصعه طعام انت ولي جوا تاعك ونعطيك تاكل انت دجاجه وحدك اون بارتيكولي. المنتخب الوطني يخوض مغامره ممتعه في قطر، ورغم ان اغلب نجوم الخضر يغيبون عنه الا انه اثبت وجوده امام منتخبات بكامل تعدادها وفي حضور تشكيلاتهم الاساسيه، لهذا لا داعي للقلق على اشبال المعشق طالما انهم في الطريق الصحيح. اللقاء مع المغرب لن يخيف بلدا فاز في ميدان السياسه، انتصر لفلسطين، رفع رايه الجزائر بملاعب الرياضه، وسنكسب الرهان بحول الله ويمر الخضر الى النصف النهائي والى النهائي ايضا، وسيعودون بالكاس ويستخدم